اختار سعودي أربعيني تكملة حياته مع قبيلة من الحيوانات لأنه كما يقول وجد الحياة معها أسهل وأجمل، لذلك فهو يجالسها أكثر من البشر. كنت جاي من برا وجيت أدخل الحديقة، فكان الناس اللي موجودين في الحديقة قالوا شوف شوف ترى أبو جراح جاء، أبو جراح جاء، أبو جراح جاء. فاللي جوا كيف عرفته؟ قالوا شوف الحيوانات كلها صحت، كلها قامت، اللي يضرب الشبك واللي يلعب من هنا واللي يلعب من هنا. وفعلا يوم دخلت قال والله إن قايلين أبو جراح ترى الحين وصل. كانت ميمونة وهي قردة بقلب بشري طاغي الأمومة، أكثر العالقين في قلوب وعيون صغار أدهشتهم قناعات جديدة وهم يقرؤون الجزء البشري في هذا الحيوان البري ويشعرون به. هذه ودية، يعني هذه طبعا هي يعني زي ما تقول يعني كأنه يعني متعلم بما حصل لي أو كذا. شوف حتى العصير برضه يشربه، وحتى خاطر يعني هو أول لما يجي كذا لا يستقبل ويسلم ويلعب ويضرب فوق وينزل تحت، فلما شاف اللي ذا فتعلم شوي. يأتي السؤال حول قدرة أبو جراح في أنسنة جزء كبير من حياة كائنات متوحشة بفطرتها، ولا جواب يمكن سرده أكثر دقة من مشاهدته يقرأ عيونها وأحاديث ود وحنان لا تحدث عادة بين السجين والسجان. من محال العسير، سعود الخلف، العربية.